السلام عليكم أخواتي، اليوم جيتكم كيفية عمل يوغورت طبيعي. وكنحتاجو في اليوغورت الطبيعي لعنصر واحد، هو اليوغورت اللي كنكونو صوبناه من قبل. كنزو منه 8 معلقة ولا 2 معالق، هو اللي كيساعد على عملية الاختمار ديال اليوغورت. وهذا اليوغورت اللي كنديرو اللي كنحضرو ما كنديرو فيه لا سكر لا والو، يوغورت كيجي طبيعي. ويلا بغيتو حتى اليوغورت اللي العادي ديالنا اللي كيكون في الملبانات، خليو لي التعليق ممكن نديرو لكم اللي كيكون حلو بالسكر. هذا اللي كنديري انا، الاكثريه اللي كيبغي راجلي كيكون طبيعي بلا سكر وبمكون واحد، لا فانيليا لا حتى شي حاجه. كنزو شويه من داك اليوغورت اللي سبق لنا ودرناه من قبل، كنزو منه 2 المعالق. ولا ما كانش عندكم متوفر، يمكن لكم ديروا اليوغورت داك دانون الطبيعي اللي كيكون بدون سكر. طريقه الاستعمال، كتشدوا الحليب تقريبا على حسب الموجود ديالكم. انا كنجيب من القريه من عند عبوستي، هنايا درت انا 5 يترو، 5 يترو ديال الحليب. ممكن ديروا يترو وجوج يترو على حسب المتوفر. كنفيض المهم الحليب لدرجة الغليان حتى كيغلي مزيان، وكنخليوه يبرد حتى كيولي دافي. ما كيبردش بزاف تماما، ما كيبردش تماما، وما تيبقى سخون، يكون دافي. ومن بعد فاش كيبقى كيولي دافي كنضيفو عليه هذا اليوغورت هذا هكذا، وكنحركو شويه باش يندمج مع الحليب. كنحركو بحال الطريقة، نلف شوية هكا، صافي. ومن بعد غادي نغطيو عليه مزيان بشي بطانية صغيرة ولا المهم اللي كاين، ونخليوه تقريبا ما بين 5 و 6 ديال السوايع. ومن بعد فاش نشوفوه تجمد ولا يوغورت نديروه في التلاجة ونخليوه يبرد مزيان. كما كتشوفوا معايا الاخوات، دابا اليوغورت ها هو صوبناه، وغادي نغطيوه هكذا ونغطيوه بشي حاجه هكذا، نغطيوه مزيان باش يسخن ويختمر دغيا هكذا. صافي، ونخليوه مده ما بين 5 و 6 ديال الساعات. خليوكم معانا، من بعد ما يختمر غنوريكم الطريقه النهائيه كي تيجي. ها انتم اخواتي، اليوغورت ديالنا بعد ما كيجمد كيجي على هذا الشكل هذا، والنيت غادي نعطي منه لبنتي، هي كيعجبها لا هي ولا الزوج ديالي، تيعجبهم اليوغورت هكا طبيعي من غير سكر. وفي الحقيقه صحي، كيجي صحي بالنسبه للكبار والصغار، وجربوه ان شاء الله وما غاديش تندموا. ها انتم كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كيجي رائع، انا متاكده غادي يعجبكم الا جربتوه. وحتى الطريقه جد سهله. ها نتوما، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم اخواتي، وما تنساوش عفوا الاشتراك في القناه ديالي وعمل لايك وشكرا. وموعدنا في فيديو اخر، مع السلامه.